في ظل العودة إلى المدارس وحرصاً على صحة وسلامة الطلبة، هناك نصائح وإرشادات يجب اتباعها. مركز أبوظبي للصحة العامة يؤكد على ضرورة البدء بالعودة التدريجية إلى عادة نوم منتظمة وفق مواعيد الدراسة، بما يضمن حصول الأبناء على قسط كاف من النوم لا يقل عن 8 ساعات، ليتمكنوا من الاستعداد ليوم دراسي حافل بالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى أهمية الاستعداد النفسي لتجربة دراسية إيجابية، وضرورة تهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد والتحدث معه عن مخاوفه وسبل طلب المساعدة. كما يؤكد المركز على ضرورة إعداد وجبات صحية التي تمد الطالب بالطاقة خلال يومه الدراسي، مشيرا إلى أهمية وجبة الإفطار بشكل خاص، والتي يفضل أن تحتوي على الفواكه والخضروات والأغذية الغنية بالألياف، إلى جانب تحفيز وتذكير الطلبة بضرورة شرب كميات كافية من الماء للحد من خطر الإصابة بالجفاف، وتجنباً لاحتمالية الإصابة بآلام الظهر. أوضح المركز ضرورة اختيار حقيبة ظهر مناسبة لعمر وطول الطالب، مع تذكير أولياء الأمور بضرورة السلامة على الطرقات والانتباه إلى حركة المشاة ومناطق عبور الطلبة وخلال الصعود والنزول من الحافلات المدرسية، مع ضرورة استخدام مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان في المركبات. وأهاب المركز بأولياء الأمور ضرورة التأكد من أن ممرضة المدرسة على علم بأي مرض مزمن أو حساسية لدى الطالب، بما يضمن سلامته خلال تواجده في المدرسة. نصائح وإرشادات يجب العمل بها ليتمتع الأبناء بالصحة والسلامة والعودة إلى مقاعد الدراسة بنشاط وحيوية، بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.